سيدات الذهب، وفي الطايرة صنعت البطولات من أجل أن يقتنيها سيدات الذهب. لما نتكلم عن سيدات الذهب هنبقى عارفين أن 27 دوري على التوالي لما بتخفق في بطولة بيكون لخطأ إداري، لكن من سيدات الذهب بيكون قائد يتحط اسمه كأحد أساطير لعبة كرة الطائرة في مصر، مش في النادي الأهلي فقط لغير. يعني لو تعرف أن معلومة 1931 كرة الطائرة بدأت من 5 لاعبين من كرة القدم في النادي الأهلي على رأسهم مختار التتش، اسم عظيم كبير. لازم تقول أيضا اسم حمدي الصافي، اسم عظيم كبير. أهلا بيك كابتن حمدي، فخور جدا وإن أنا موجود مع حضرتك ومع كابتن هيثم وكابتن آية الشامي أحد أهم لاعبات سيدات الذهب. ربنا يخليك، الكلام ده كبير عليا قوي يعني. حضرتك تستحقه بمنتهى الامانه. ربنا يخليك والله، يعني انا مبسوط جدا النهارده ان انا موجود معاكم. طبعا كل سنه وانتم طيبين من الاول، طيب. شهر رمضان الكريم، ومبسوط اكتر ان احنا دايما بنبقى موجودين معاكم واحنا بنحقق انجازات للنادي الاهلي ومفرحين جمهور النادي الاهلي ومفرحين مجلس اداره النادي الاهلي. الحقيقه ده مش حمدي الصافي بس، لا ده مجهود لاعبات عظام معانا. الفريق كامل، فريق يعني السكواد بتاعنا ما شاء الله عليه، يعني حاجة عظمة كلها. لو جبت القايمة كلها جهاز فني محترم جدا على أعلى مستوى. أنا آخر واحد في المنظومة دي موجود، يعني ده مش غريب عليك التواضع يعني من سماتك. وألف مليون مبروك، وبرحب بآية الشامي أحسن ضاربة في أفريقيا وأحسن لاعبة وأحسن لاعبة كمان. أنا لسه أكمل كمان ومن أحد أعمدة الفريق، منورانا ومشرفة. ميرسي، ربنا يخليك كابتن هيثم. كل سنة وأنت طيبة، وألف مليون مليون مبروك الجمع بين البطولتين، ولسه عندنا الحمد لله. الله يبارك فيك. طبيعي بالنسبة لنا سيدات الذهب الدوري والكأس. طبعا طبيعي جدا. كابتن حمدي، أجل حضرتك يمكن كان موسم صعب جدا، بس قبل ما نروح للموسم أحب أقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب، النهاردة عيد ميلادك. واحنا بنشكرك ان حضرتك يعني فضلت ان تكون معانا النهارده في عيد ميلادك، ودي حاجه كبيره وسام على صدرنا كل القناه. شرف بيها بالتاكيد، ده حقيقي. بنقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب. وانتم طيبين طبعا، وليا الشرف ان انا موجود معاكم يوم عيد ميلادي ومع جمهور النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي. يعني كل سنه وحضرتك طيب. بطولات وصحه وسعاده ان شاء الله. ربنا يخليك يا كابتن هيثم. نروح للموسم، كان موسم طويل، خرجت من موسم كورونا اللي كان كله يعني مطبات وامور غير منتظمه بالكامل. دخلنا على هذا الموسم عايزين نتكلم عن الصعاب اللي قابلتك السنة دي وإزاي تغلبت عليها. الحقيقة طبعا فترة كورونا دي يعني احنا بنعاني من أثارها لحد دلوقتي. الحقيقة يعني فترة كانت صعبة جدا بنعاني من أثارها. ابتدينا خلصنا موسم الكورونا بعد التوقف، ابتدينا الموسم دوت برضه. معلش يا كابتن، اسف، دي صوره طبعا على الخلفيه. هابي بيرثداي كابتن حمدي الصافي وكل على فكره كل فريق العمل وفريق العمل وكل كنترول يعني طيب. حاجه عظيمه جدا. وعلى فكره دي احسن طيب. صوره الحقيقه انا احبها لحضرتك. ليه؟ لان انت في الملعب هادي، ومهما تغيرت الامور المباراه ومهما تصعدت ونزلت واب اند داون دايما محتفظ بهدوءك، وده بيتنقل للاعبات. وآية بتأيدني في نفس الكلام. لا انا عايز اقول حاجه لكابتن حمدي. انا اتكلمت مع كابتن ميلو مصلحي، قلت له انت زميلت كابتن حمدي وكنت جير العظيم جدا، اهم سمات كابتن حمدي. قال لي هادي جدا. قلت له مفيش مره اتعصب. قال لي مره واحده في 2003 نهائي البطوله كنت بتلعبوا امام فريق التونسي، وكابتن ميلو استقبل الاستقبال، خسرنا النقطه، ولقيت فجاه كابتن حمدي صافي يا ميدو البطوله دي مش هنخسرها. كان الملعب الصاله متقفله فعلا. فاشمعنى 2003 وتحديدا الموقف ده؟ هل كان في بعض الكلام عن احتراف حضرتك في الفتره دي، او حضرتك كنت عايز تسيب بطوله قبل ما تاخد مشوار الاحتراف؟ يعني ايه سبب العصبيه في البطوله؟ لا هو البطوله ديت كانت صاله مقفوله، وكان منافس فريق تونس، وكان فرقه تونس كانت متفوقه علينا في الفتره الاخيره شويه، فكنا حابين ان احنا نفرح الجمهور دوت، وكنا شايلين هم الناس ديت ان احنا نخسر وسط ملعبنا وسط ارضنا، وكنا راكبين الماتش تماما، والماتش كان ابتدى يتقلب، فنوع من العصبيه بسيطه. بس انا عامه يعني هادي، حتى لو مع البنات يعني مهما كنا خسرانين بفرق كبير بيبصوا لي، حتى آية الشامي تفتكر الكلام ده على طول، لو احنا خسرانين فرق كبير يبصوا لي. فانا لان انا عندي ثقه في فرقتنا، انا يعني عندي ثقه كبيره في فرقتنا ان الفرقه ديت تقدر تعوض مع اي حد في اي وقت باي فرق سكور، وده حصل في السنه دي مرتين. كان في رومونتادا في ماتش سبورتنج، كان في ماتش السيد فرق بتاع 10 بونت، ده صعب جدا في اي في الكره الطايره ان انت تعوض 10 بونت، دي صعبه جدا. الحمد لله في بدايه الشوط يعني في البدايه كمان، انت مش في النهايه. فالحقيقه عندي ثقه كبيره فيهم، وعندي ثقه في الكره الطايره بتاعتهم وتمرينهم وتركيزهم. لما بيركزوا الموضوع بالنسبه لهم بيبقى سهل، ويقدروا يعوضوا ويقدروا يكسبوا اي حد. طب ايه، يمكن اجي لك برضه، يعني انت كعنصر من عناصر الفريق وعمدة الفريق، اكيد كان موسم صعب، واكيد المكسب ما بيجيش من فراغ.
يعني زي ما سالت كابتن حمدي الصافي ايه الصعوبات وايه الامور اللي مرت بيكوا، ايه السنه دي كانت اكتر العقبات اللي كانت في طريقكم؟ هو عامه احنا السيزون بالنسبه لنا بيكون صعب جدا، احنا من اكتر الفرق يمكن في النادي بتتمرن تمريننا على طول، ودايما بيبقى عندنا التركيز لازم قوي عشان احنا واخدين الحمد لله البطولات، فالحفاظ عليها بيكون اصعب كتير طبعا، فدايما تركيزنا بيكون اكتر يعني. فسيستم التمرين، التمرين كل يوم، احنا تقريبا بنريح يوم في الاسبوع من قبل الماتشات بكتير قوي، فده بيبقى فعلا مجهود علينا كتير قوي وعلى الجهاز طبعا، بس يعني الحمد لله قدرنا يعني ان احنا نوصل للي احنا عايزينه. على المستوى الشخصي ايه اللي قابلك من صعوبات؟ انت السؤال يعني كان يعني انا عايز اعرف ايه انت على مستواك الشخصي عشان تقدم المستوى ده، ايه الصعوبات؟ لا انا صعوبات ان انا اتكسرت، انا كنت مكسور، ما تضحكش يعني، ده صعوبات بسيطه قوي. انا كنت مكسوره الله يسلمك. جايه مصابه اساسا؟ لا لا ما هو انا يعني كنت مكسوره في تقريبا في الدور الاول، اتكسرت صباعي اتكسر، وكنت بقى واصل ان انا المفروض هعمل عمليه وحاجات كده، وكان موضوع كبير يعني، فكان بالنسبه لي ده صعب قوي ان انا ارجع تاني والعب، وكنت خلاص شبه يعني خلاص ان انا هقعد ومش هلعب، الموسم كان خلص بالنسبه لي، تحدي صعب جدا يعني بصراحه. بس وابتدينا بقى ننزل تاني، واتكلموا معايا بصراحه الجهاز، اتكلموا معايا ان انا يعني قالوا لي ان يعني انزلي واتمرني وشوفي هتقدري ولا لا وما اعرفش ايه وكده. فانا الحمد لله لما نزلت في الاول بصراحه الموضوع كان بالنسبه لي يعني شايفه ان هو لا مش حقيقي، مش هينفع، عشان خاصه الكسر كان في ايدك اليمين، لا في الشمال، المره دي كان في الشمال، هو ده اللي كان في كسر قديم كان اللي قبليه، ايوه ده اللي كان مخليني شويه ان انا لا ممكن اكمل يعني. فعقبال بقى ما نزلت وان انا عشان ارجع لمستوايا كمان الموضوع كان اصعب، وانا كمان مش بتقبل ان انا اكون في حته معينه، لا انا يعني متعوده على مستوايا في حته، ف مش برضه باي حاجه يعني، فالموضوع صحيح. بالنسبه لي بيبقى اصعب كنفسيا. افضل لعيبه يا بلد. مش كده والله، بس فعلا ان انا بحاول ابقى بجتهد قوي ان انا اوصل لحاجه احسن يعني، فده كان بالنسبه لي بصراحه الصعب قوي في السيزون ده. عايز اقول لك ان ربنا بيكرم عشان الروح دي، وربنا بيكرم عشان بذل المجهود والاخلاص اللي انتوا فيه. بس يعني اروح لكابتن حمدي، ومناسبه طبعا عيد ميلادك، احنا عاملينك مفاجاه، خلينا نشوف ايه المفاجاه. انزل بالمفاجاه. مفاجاه حلوه. يعني مساء الخير عليكم كلكم، رمضان كريم على الناس كلها. بوجه السلام لكابتن حمدي الصافي واقول له ان هو وحشني جدا، وكل سنه هو طيب وعقبال 100 سنه ان شاء الله، والف مبروك طبعا على الدوري والكاس ان شاء الله عقبال افريقيا، لان دي الاهم، ودي لما تبقى في تونس الناس كلها عارفه ان مكسبها بيبقى ليه طعم تاني خالص. بس فان شاء الله دي تبقى هديه عيد ميلاده، وربنا يكرمه ان شاء الله، وهو وحشني جدا طبعا، انت عارف انت وحشني ازاي. بس هو مرتاح مني يعني بقاله فتره، وان شاء الله نتقابل على خير، وهو لما ارجع يبقى كسبان افريقيا وفرحان. وسلامي للناس كلها ورمضان كريم. الله اكرم يوسف حمدي الصافي. مفاجاه حلوه صراحه. وحشك؟ جدا. طب قول الو كده. الو كابتن حمدي. يوسف حمدي الصافي طبعا، لاعبنا الكبير وابن النادي الاهلي والمحترف خارج يعني حدود الوطن وفي فرنسا، بنهنيك وبنقول لك كل سنه طيب، واهلا بيك على شاشه قناه النادي الاهلي. كابتن هيثم ازي حضرتك؟ وعيشني جدا، وبرحب بكل الناس اللي معاك، ورمضان كريم عليكم كلكم ان شاء الله. اتفضل بقى يا كابتن، هو ادالك تهنئه على الهوا، يعني شوف انت بقى عايز تقول ايه على الهوا. يوسف عامل ايه؟ كله تمام. ازيك؟ كله تمام. اخبار التدريب والماتشات ايه؟ تمام؟ كله تمام الحمد لله. ان شاء الله كده لما ارجع في هديه بيني وبينك بقى. ما ينفعش على الهوا يعني؟ انت اللي هجيب ولا انا اللي هجيب؟ انت اللي هجيب ولا بابا اللي هجيب؟ لا عيب، انا هديه بسيطه من فرنسا، حاجه ليه بس خليها لما اجي بقى. ان شاء الله تيجي بالسلامه. احسن هديه لبابا ان انت ترجع بالسلامه. عيد الميلاد اطمن موجود، ربنا يرجعه بالسلامه. طمنا عليك يا يوسف، قول لنا عامل ايه هناك، المباريات، هل بتشارك بصفه مستمره؟ يعني طمنا على الحاله الفنيه ليك هناك يا يوسف. والله الحمد لله، انا كنت وصلت اول نص موسم، انا عارف ومهيئ نفسي من الاول ان هو اول موسم هيبقى مش صعب، انت بتاخد خبرات وتستفيد وبتتأقلم مع الوضع. فانا سواء اشارك او ما اشاركش انا رايح عارف ان انا اول سنه لسه اكتساب خبرات، فما كنتش ببقى متضايق لما بشاركش كتير، وده اللي حصل في اول نص موسم. والمدرب اتكلم معايا كده بكل صراحه، قال لي انت
في الاول هتجتهد كتير وهتتعب كتير عقبال ما تلعب، وده اللي حصل. اول نص موسم ما كانش فيه مشاركه كتير، النص الثاني الحمد لله من اول السنه الجديده في ماتشات بداتها، في ماتشات كتير نزلت من بره، والحمد لله يعني راضي جدا على اول موسم الوقت اللي لعبته، وعملت اللي عليا بشكل كبير الحمد لله، وربنا كرمني يعني الحمد لله مبسوط باللي حصل في اول موسم. يعني واضح من كلامك انها تجربه ناجحه وان انت مبسوط بهذه التجربه، ويمكن كابتن حمدي الصافي من اشد يعني المؤيدين لتجربتك دي، يمكن في البدايه كان مؤيد ان انت تروح وتاخد هذه التجربه، خاصه ان هو نفسه خاض تجربه الاحتراف. يا يوسف ايه رايك في الكلام ده؟ يعني مش انا مبسوط بيها لحد دلوقتي، ده مش معناها ان هي انا حققت طبعا كل حاجه، انا لسه ما عملتش اي حاجه، انا عندي طموحات ان انا عايز اوصل فابعد حتت في اوروبا واروح دوريات اقوى وفرق اقوى واعمل حاجات انجازات كتير. فالوقت اللي انا فيه الاول سنه انا راضي على اللي عملته الحمد لله واللي ربنا كرمني بيه، بس لسه مش معناه ان انا عملت اي حاجه، فلسه يعني الطموحات والاهداف اكبر بكتير عشان اقول ان انا راضي على او ان انا حققت نجاحات، فلسه بدري ان شاء الله ربنا يكرمني. طب يوسف، كابتن حمدي الصافي 10 مرات افضل لاعب في قاره افريقيا، واحترف في الدوري الروسي، وكان وقتها الدوري الروسي والدوري الايطالي تقريبا هم افضل الدوريات المتواجده في العالم، ولكن عاد مره اخرى للنادي الاهلي. مش حاطط في طموحاتك ان انت تيجي تكتب تاريخ بتيشيرت النادي الاهلي مع فريق الاسطوري لكره الطائره؟ على مدار تاريخنا وفريق الطائره هو فريق اسطوري، ولا ده مش في طموحاتك؟ لا اكيد طبعا في طموحاتي. هو الفكره كلها ان انت ما انا ده حاجه انا واخدها في حياتي، ان انا كل حاجه ربنا كاتبها بتحصل في وقتها. هو انا في الوقت اللي وانا صغير ده حسيت ان احسن خطوه ان انا اخدها في وقت ان انا عندي 20 سنه ان اطلع بره، التعليم، انك تتعود على الاحتراف، معنى الاحتراف الحقيقي بره، تاخد خبرات، تحتك بناس، وجات لي فرصه صعبه ان انا اخدها، فدي كانت الخطوه اللي انا اخدها اللي انا كنت شايفها اصح ليا في الوقت ده. اكيد طبعا ده حاجه ان انا عايز ارجع، ولسه في حاجات عايز العب في المنتخب الاول، وعايز ارجع اكسب بطولات مع النادي الاهلي، فدي حاجات اكيد طبعا انا حاططها، بس امتى دي بتبقى ربنا كاتبها لك امتى، والظروف ساعتها بتبقى ماشيه ازاي. بس طبعا لو تسالني على في دماغي او في طموحاتي فاكيد دي موجوده. بتوفيق يا يوسف، وسعداء جدا باتصالك مع كابتن حمدي الصافي، وكل سنه وانت طيب، وكل سنه وكابتن حمدي طيب وبخير. انت طيب، ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، خلينا نطلع لفاصل سريع عشان نرجع نكمل كلامنا واحتفالنا بكابتن حمدي الصافي وآية الشامي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وما زالت السهره مستمره مع الهرم الرابع طبعا كابتن حمدي الصافي وافضل لعيبه في افريقيا كابتن ايه الشامي. تاكيد يا كابتن، بطوله الدوري وبطوله كاس مصر، يعني حضرتك قادر مع سيدات الذهب ان انتم بتحصدوها العام الثامن مع حضرتك على التوالي دوري وكاس، ولكن دايما يبقى التحدي الاصعب وهو بطوله افريقيا. وحضرتك لما توليت قياده الفريق كانت بطوله افريقيا غايبه من عام 2009. تمام. قدرنا نحقق البطوله مع تولي حضرتك، قول لي اهم الصعوبات وازاي قدرت برغم ان انت استعنت باربع صفقات فقط لا غير في الفتره دي ان انت تحقق البطوله دي، وطموحاتك للبطوله القادمه واستعدادك طبعا. ده طبعا السؤال هيرجع ليك بعد كده. هو الحقيقه طبعا احنا خلصنا الدوري بتاعنا وكاس، عاوز اقول حاجه بس، الدوري والكاس الموسم ده فيه منافسه كويسه جدا. اتفق معاك. والنظام الجديد معلق الفوز بالدوري والكاس لحد اخر لحظه، احنا قبل كده كنا متعودين البنات بيخلصوا الدوري والكاس بدري قبلها باربع خمس جولات، قبلها باربع خمس اسابيع ومريحين والدنيا تمام. لا، السنه دي متعلقه لحد اخر لحظه، والنظام ده عمل ان كل الفرق بقى عندها طموح ان انت لحد اخر لحظه ممكن تكسب. صحيح. بتلعب ماتشين في الاخر، ممكن تكسب بالزبط. تكسب ماتش، تخسر ماتش، تلعب ماتش فاصل، تاخد البطوله بالزبط. يعني في منافسه لحد اخر لحظه. يعني احنا لو بصينا للجدول في اول الدور الاول احنا فارقين بخمس ست ماتشات. نعم. على اللي بعدينا، والرغم من كده ان احنا ممكن في الدور النهائي نخسر، لو لا قدر الله ما كناش في المستوى بتاعنا كنا ممكن نخسر. احنا قفلنا الصفحه دي تماما. البنات طبعا هم ابتدوا خلاص فتره اجازه قصيره، كام يوم؟ لا لا اخد اربع ايام، لان احنا ليه يا كابتن ليه اربع ايام؟ ده ما حصلتش قبل كده. هم بقى لهم فتره الحقيقه، ابتدوا احنا بادئين من شهر 7، ابتدوا يعني في برضه ملل شويه، الفتره كانت طويله، ابتدى في ملل شويه. لازم شايف اربع ايام فتره طويله كابتن؟ يعني حضرتك بتبرر لي ان هي فتره طويله؟ والله لا، هو انا بقول ده فتره قصيره، انا شايفها كثيره والله. شغالين من شهر 7 لحد دلوقتي فتره طويله، ابتدوا يعني لازم يفصلوا شويه عن الكره الطايره، شهر رمضان طبعا، ويقعدوا شويه مع عائلاتهم واسرهم وكده،
لان الفتره الجايه هتبقى صعبه جدا علينا وعلى عليهم كجهاز وكلاعيبه. هم خلاص انا حاسس حتى من كلامهم ومن نظراتهم ومن فعلهم في اخر ماتشات في الدوري ان هم ابتدوا يدخلوا في التراك بتاع افريقيا. كل واحده مؤهله نفسيها ان هي خلاص دماغها دلوقتي هتعمل ايه في افريقيا، هتجهز ازاي، هتظبط النواقص بتاعتها ازاي، تعلي اللياقه البدنيه بتاعتها ازاي. فكل الحاجات دي هنشتغل عليها ان شاء الله في الشهر واسبوع او الشهر و10 ايام اللي فاضلين، بحيث ان شاء الله باذن الله احنا يعني احنا حابين البطوله دي قوي. احنا شاركنا كجهاز ولاعيبه مع بعض 5 مرات، الحمد لله ربنا كرمنا باربع مرات منهم، والمره اللي خسرناها برده كانت ظروف خارجه عن ارادتنا وكان دروب وعدت بيها. وعدنا اللي بعديها وحققناها. انت بعديها على طول بكلمك قلت لي يا كابتن مش هنتكلم ولا هنتفق. صح. البطوله اللي جايه بتاعتنا احنا حاليا دلوقتي حاسين بنفس الاحساس، لان احنا البطوله اللي فاتت لظروف كورونا ما شاركناش، وكنا حاسين ان احنا يعني لو رحنا كنا هنقدر نعمل حاجه كويسه ونقدر نبقى موجودين على الاقل في المباراه النهائيه. ان شاء الله باذن الله نعوضها في البطوله ديت. انا حاسس من اللي انا شايفه من اللاعبات ومن تركيزهم ومن كلامهم ان لا ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي انا عايز اقول بقى الكابتن حمدي عمال يقول انا حاسس من انت حاسه ان انت فعلا قادره ان انت تحققي بطوله افريقيا. خلينا اقول ان انت منضمه من نادي الشمس، طبعا نادي كان منافس للنادي الاهلي بشكل كبير في 2015، وحصلتي على فكره التحول من غياب البطوله في 2009 للعوده مره اخرى وتشاركي في 4 بطولات، تحققي 3 بطولات او افضل لاعيبه في البطوله. عندك بقى نفس الحماس، ويعني انقلنا مشاعر بقى باقي زملائك من كابتن الفريق لكل اللاعبين وتركيزهم على التحدي الاكبر وبطوله افريقيا. هو يمكن فعلا احنا خلاص يعتبر احنا ان شاء الله عندنا التمرين من بكره، احنا من بكره فعلا نسينا يعتبر الدوري والكاس الحمد لله اللي احنا حققناهم، بس احنا التارجت بتاعنا الاكبر هو افريقيا. كلنا هيبقى نازلين، يعني ما اعتقدش احنا اخر مره لعبناها احنا كنا البطل، فما اعتقدش ان احنا نبقى عايزين نروح نبقى حاجه غير البطل. فهنشتغل على نفسنا كلنا، كل الفرقه، يعني مش بتكلم عن نفسي بس، احنا كلنا. عارف الجمهور برضو اي البطوله يوم ايه وهتبقى فين؟ هي يوم 19 ان شاء الله في تونس. 19/5 19/5 تمام. في تونس. في تونس يعني في العاصمه ولا في العاصمة. في العاصمه تونس. تمام. ويعني مشاركه كام فريق؟ هو لسه ما لا بس طيب مين المستضيفه من الفرق؟ هي تونس تقريبا الاتحاد. الاتحاد التونسي وهيشارك فرقتين من تونس. بالظبط انا عايز اقولها فرقتين من تونس عشان الناس تبقى عارفه. الصفاقس التونسي غالبا والاتحاد والكرتاج. يعني كرتاج اكيد. ده انا بسمع وكرتاج. بس انتوا متابعين؟ انت متابع اي الفرق؟ شفت لهم ماتشات؟ انا عامه من النوع اللي بتابع الفرق. يعني هم كرتاج السنه دي برضو عاملين صفقات وجايبين محترفه. منين؟ من اوكرانيا برضو اعتقد. روسيا انا مش متاكده. روسيا؟ روسيا اوكرانيا تقريبا. فهم برضو يعني مدعمين نفسهم كويس قوي، لان هم يعني كانوا من الاول عايزين ياخدوا البطوله. نعم. عندهم وطبعا فرق كينيا هتشارك، فيعني كل الفرق الكويسه هتبقى هناك، بلس ان البطوله هتبقى تونس. اتغيروا كتير يعني اخر مره شفتهم؟ يعني كرتاج دايما بيجيبوا صفقات وهم يمكن الفرقه بتبقى الاكبر وال المنافس لينا دايما. اتغيروا اختلفوا؟ ممكن بس اللي هي المحترفه اللي معاهم دي كويسه شويه، وجابوا برضو صفقه او اتنين من الصفاقس، فبقت الفرقه يعني اقوى. اقوى. فده بلس ان هو على ارضهم. شايفه حظوظنا يعني على ارضهم بقى. يعني انا مش هنركز في كل الكلام ده بصراحه عليك. يعني بتكلم بصراحه. صحيح. احنا مش هنركز في كل ده، احنا هنتمرن الفتره اللي موجوده دي على قد ما نقدر، وهنعمل اللي علينا وهنروح بقى هنطلع اللي علينا. اتمرنتوا مره في الجراج؟ تفرقش معانا الكلام ده من يعني بنقرقشه كده يا كابتن حمدي ولا ايه؟ قولي لنا قصه التمرين في الجراج ده عشان الساده انا عارفها بس لازم نسمعها تاني. رحنا الصاله لقينا ما فيش تمرين لينا وما فيش ميعاد، وده قبل الماتش الفاينل يعني في نفس اليوم. فروحنا كابتن حمدي قال لنا. كانت فين؟ في تونس طبعا. بالظبط. صح. كابتن حمدي قال لنا والله ما هسكت اتمرنوا في الجراج. رحتوا جراج السيارات اتمرنتوا؟ والله استريتشات بقى واتمرنا وجرينا وعملنا كل حاجه وخلاص. يعني احنا بنحاول نتصرف على قد الامكانيات اللي حوالينا. اي بالظبط. كلمنا على اليوم ده كابتن حمدي. اليوم ده احنا كان يوم غريب، يعني كنت حاسس في حاجه غريبه كده يعني في اليوم ده من اوله كده. وكنت متوقع ان خلي بالك كابتن حمدي يعني عنده افيهات. اتفضل يا كابتن. كنت متوقع ان يعني في اليوم ده اكيد هيبقى في يعني مش هيبقى يوم طبيعي، لان طبعا انت بتلعب المنافس على ارض ومرم يعني طبيعي يعني. فروحنا اول صاله لقينا ماتشات كوره شغاله خلصت واحنا قاعدين بره. راحوا مقفلين الصاله ومفيش لكم تمرين. لا انتوا مالكوش معاد. رحنا كلمنا طب روحوا الصاله الثانيه. رحنا صاله ثانيه لا مفيش حد، اجازات برضو مقفوله. طبعا الوقت ده كان في الشمس والفرقه معايا في الشمس وبنتحرك، فالوقت خلاص كان الماتش تقريبا الساعه 7 وكانت الساعه خلاص تقريبا 2. مفيش وقت بقى خلاص لازم نروح.
فروحنا قلت لهم يا جماعه بصوا احنا ما لهاش حل غير ان احنا لازم نتعامل. هنشتغل. فاحنا انا معودهم ان هم لازم يتمرنوا قبل الماتش الصبح. فكنت خايف ان لو رحت من غير تمرين يحصل كسل, يحصل في اول مباراه كسل, ولو ما دخلتش المباراه من اولها هيبقى الموضوع صعب جدا. فيعني قلت لا يلا بينا على الجراج نبتدي نعمل استرتشات. استرتشات دخلت في كوره ودفنس واشتغلنا تمرينه ساعه, كانت كويسه جدا الحمد لله. عايز ينجح لازم يعمل كده. لا الحمد لله كابتن, ده مش غريب عليك. اتفضل كابتن. عندنا منافسات بتختلف شويه في السيدات. تمام. وخلينا نتكلم بوضوح كده, الفرق الكينيه وتحديدا فريق الانابيب دايما بيبقى عندهم القوه في الفرق الافريقيه اكتر من التكتيك المتواجد في فرق شمال افريقيا. تمام. حضرتك بتتعامل مع ده ازاي, مع الفوارق دي بين القوى البدنيه زي فريق الانابيب الكيني وفريق مثلا زي كارتاج دايما منافس مع الفريق بتاعنا؟ لا, هو طريقه اللعب طبعا بتختلف من لما بنلعب فرق كينيا عن فرق تونس. فرق تونس زينا عندها مهارات وعندها تكتيك في سواء في الارسالات في الدفاع في البلوك, يعني فرق عاليه تكتيكيا. فرق الكينيه فرق قويه, تحس ان انت بتلعب ولاد, يعني عندهم قوه الولاد. طب اني اسهل بالنسبه لك واني اصعب كاداء في الملعب وللاعبات كمان؟ هما طبعا بتختلف من فرق الاخرى, بس انا يعني انا عامه حتى لما بتكلم مع ياسر صلاح المدرب العام بقول له انا ما بقلقش قوي من يعني الفرق الكينيه قويه, بس احنا عندنا مميزات نقدر نسيطر عليهم بدنيه مهما حتى لو هم فازوا علينا بشوط او اي حاجات بنقدر نرجع ونسيطر. الارسالات بتاعتنا قويه, التكتيك بتاعنا في الدفاع وفي البلوك والحاجات دي ممكن نقدر نفوز في الاخر. الفرق التونسيه والجزائريه لا فاهميننا وبيلعبوا بنفس طريقتنا ونفس دماغنا, فبيبقوا في خطوره اكتر علينا. فيها صعوبه نفس الكلام. انت شايفه ايه يا بقى انت بالنسبه لك كلاعبه, يبقى المنافس ليكي فريق زي الانابيب الكيني بالقوه البدنيه والضرب القوي, ولا فريق تقدري تلعبي معاه مباراه فيها مهارات وفنيات زي فريق كارتاج؟ لا, هو زي ما كابتن حمدي قال, هم فعلا الكينيين بيمتازوا بالقوه قوي, فاحنا مجرد ان احنا ممكن نوقفهم بالاستقبال فما يقدروش يستخدموا قوتهم دي. لكن تونس والجزائر لا زينا قوي, يعني هم حتى ارسالاتهم برضو بتكون قويه قوي, بيشوفوا الملعب بيشوفوا الثغرات اللي عندنا يقدروا يلعبوا عليهم. لكن كينيا بتعتمد على قوتها, يعني احنا لو قدرنا نوقف قوتها دي بنقدر ان احنا نكسب بسهوله. لكن دايما الجزائر وتونس لا, الموضوع بيبقى لغايه اخر الماتش انت مش عارف ممكن مين اللي هيبقى كسبان. يعني ايه اصعب ماتش واجهك في الفتره اللي انت كنت فيها في بطولات افريقيا تحديدا؟ يعني ماتش حسيتي ان الامور بتبعد قوي عن النادي الاهلي ولكن قدرتوا ان انتوا في افريقيا؟ ماتشين, ماتش الجزائر في تونس ده كان دور الثمانية, وكان الماتش الساعة تقريبا 1 الظهر أو 12 حاجة زي كده, وكان الماتش جامد قوي وطلع 3-2 والحكام كانوا صعبين قوي. فالماتش ده لو كنا خسرناه كنا هنطلع من دور الثمانية, ودي كانت أول بطولة ألعبها أفريقيا مع الأهلي. فكان بالنسبة لي موضوع صعب جدا. 2016 جدا, وفعلا الماتش كان صعب قوي. وبعديه برضو في نفس البطولة الفاينل كان ماتش برضو مع كارتاج على ارضهم وكده, والجمهور بقى موجود, وكان في الجيم الخامس مش عارفه 6-1 او حاجه كده ليهم او 12-6 لكارتاج, والجيم ال 15 فهو الماتش خلاص بيخلص يعني. بس قدرنا ان احنا الحمد لله نكسب, فدي كانت فرحته بصراحه. لا ده في ذكريات كتيره, بس خليني اطلع لفاصل وارجع لكم. عندنا ذكريات انا فاكرها معاكم, وخاصه المباراه اللي كانت مع الشمس وخسرناها. يمكن البطوله دي كانت انطلاقه ليكم. لا لازم نتكلم عن الايام الصعبه زي ما بنتكلم عن الايام الحلوه. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل, لسه عندنا كتير نتكلمه مع كابتن حمدي الصافي وايا الشامي, ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد, وما زلنا مستمرين مع ليله سيدات الذهب والهرم الرابع الكابتن حمدي الصافي. يمكن كان الكابتن هيثم بيتكلم مع ايه وبيفكرها بمباراه الشمس اللي احنا خسرناها في بطوله افريقيا, واللي الكابتن حمدي وعد بعدها مباشره بتحقيق بطوله افريقيا, ولما وعد اوفى. احكي لنا كواليس المباراه دي, وازاي كنا فايزين على الشمس في القاهره ونروح في الدور نصف النهائي نتغلب ونخرج من البطوله. الحقيقه الفرقه اللي كانت موجوده في البطوله دي كانت فرقه قويه جدا, كانت اقوى كمان من الفرقه اللي كانت موجوده معانا في 2016. كنا عملنا تدعيمات كويسه جدا, كان معانا محترفه, كان معانا يعني كانت فرقه متكامله. ويسرى يمكن كانت رجعت من لا يسرى كانت في الشمس ساعتها. الشمس بتكلم على فرقه الشمس ولا على الاهلي؟ تمام. فالحقيقه احنا قبل البطوله قابلنا فريق الشمس تقريبا مرتين او ثلاثه, كنا فايزين 3-0 وان سايد جيم, يعني كان الموضوع لان احنا كنا فرقه قويه جدا. الحقيقه في كنا مقدمين البطوله وكنا فزنا على فريق
فريق السجون الكيني في المجموعه بتاعتنا وخدنا اول مجموعه وخلاص بقى هنلعب قبل النهائي وبنستعد ان شاء الله ان احنا قبل النهائي وبنفكر في المباراه النهائيه. يمكن دي برضو من الاخطاء اللي دايما اتعلمنا منها ان احنا ما نفكرش في الخطوه اللي في الخطوه اللي قبل الخطوه اللي موجوده, فكرنا في النهائي قبل ما نلعب قبل النهائي على اساس ان احنا كسبانين الفريق الشمس قبل كده مرتين في مصر, والموضوع المفروض مساله وقت يعني الحقيقه. والفرقه كمان اللي كانت معانا كانت قويه جدا وكنا جاهزين كويس قوي الحقيقه. جاي يوم يعني يوم عصيب جدا يعني اوف داي زي ما انت بتقول يا كابتن هيثم, مش اوف داي اوف داي يعني, لا كان في الحقيقه كان الموضوع كان صعب جدا وكان يوم صعب جدا وخرجنا من البطوله كناش موفقين, وحصل ان احنا اتكلمنا مع البنات ساعتها وكله كان متضايق جدا ان احنا ما نخسرش البطوله دي, لان كان المفروض احنا مهيئين كل الظروف والنادي كان مدعمنا جدا واحنا كنا مستعدين جدا ان البطوله دي بتاعتنا, ولكن ما حصلش نصيب. وحتى كلموني في قناه الاهلي وكابتن هيثم كلمني بعدها ووعدناهم, وانا حسيت من كلام البنات ان احنا ان شاء الله باذن الله البطوله اللي بعديها لا هنعوض وهنكسب, والحمد لله فعلا البطوله اللي بعديها كسبناها وتقريبا باداء كان قوي جدا في البطوله. هو ده النادي الاهلي, خساره بطوله يعقبها على طول مصالحه جماهيريه ببطوله, وده هياخدني لفكره البطوله العربيه وخساره البطوله. وكابتن محمود الخطيب بيجي يجتمع بالجهاز الفني وفريق سيدات الذهب, كان اثرها ايه على اللاعبات؟ انا خلاص كابتن حمدي يقول لك ان انا عايز بقى انت كلاعبه في الفريق وقت خساره بطوله مهمه, وبتلاقي رئيس النادي جاي بيجتمع وبتعهدوا على انكم تحققوا البطوله الافريقيه, وزي ما بتوعدوا دايما بتحققوا فعلا البطوله وبتوفوا الوعد. يمكن هي كانت حاجه بالنسبه لنا غريبه ان هو يعني المفروض بيبقى بعد المكسب, لكن اللي هو بعد الخساره هو طلب يقابلنا وكده, فاحنا كلنا هو حمسنا جدا خلينا فعلا. كانت بعديها يمكن افريقيا بعد البطوله العربيه كانت بقى اقل من شهرين حاجه زي كده, فهو يعني دعمنا نفسيا اكتر بكتير, خلينا فعلا عايزين ننزل. لا هو احنا مش شايفين غير ان احنا لازم نكون البطل, ادينا حمسنا قوي وقال لنا يعني خساره بطوله مش مشكله بس اللي جاي هو اللي هيبقى اهم. وفعلا احنا فعلا كلنا بعد ما خلصنا القعده دي معاه كلنا ركزنا جدا, وكان التارجت بتاعنا اللي هو افريقيا هي هتبقى ان شاء الله في الاهلي, هي مش هتروح في حته. فاتمرنا واشتغلنا على نفسنا جامد قوي لغايه افريقيا, وقدرنا الحمد لله ان احنا ندخل وناخد البطوله يعني. طب قولي لي, هل دعم النادي ودعم طبعا مجلس الاداره بالكامل طبعا محمود الخطيب والوزير العام فاروق وكل المجلس بالكامل الحقيقه يعني من كلهم متابعين الالعاب الاخرى والعاب الصالات يعني بنفس درجه متابعه كره القدم, هل الدعم ده انتوا حاسين بيه؟ هل فرق معاكم؟ اكيد اكيد بيفرق معانا, واكيد وجودهم لما بييجوا الماتشات بيفرق معانا, وده بيخلينا ان احنا فعلا نبقى بنضغط على نفسنا اكتر يعني. برضو اللي احنا بنشوفه على مدار السيزون بيكون صعب على اي لعيب, ده بيخلينا ان احنا نعدي الحاجات الصعبه دي وان احنا نقدر نكمل وندوس على نفسنا اكتر ان احنا نكمل وناخد في البطولات يعني. والتركيز بيكون يعني بتهيألي كل الفرقه عايزاه بيبقى متاح, ده بيعلي درجات التركيز معاكم طبعا يعني. اي حد يعني اي حد لما بيبقى عايز حاجه ويلاقيها اكيد بيبقى عنده حافز اكتر ان هو يشتغل على نفسه عشان يلاقي الدعم ده, فدايما احنا بنكون عايزين نشتغل على نفسنا لان احنا اكيد لو احنا مش مكملين بنفس المستوى الدعم ده مش هيبقى موجود, فاحنا بنبقى عايزين دايما نكون عند حسن ظنهم يعني. خلينا نروح برده الكابتن حمدي استاذنك سامع معلش, نروح لحته فنيه شويه يمكن استكمالا لخطه النادي بدعم الفرق بكل احتياجاتها. حضرتك استعنت بمحترفة أوكرانية الفترة اللي فاتت, كلمنا عن كواليس الاستعانة بيها, ليه هي من غيرها, بتلعب مركز إيه يعني, كلمنا عن كواليس هذه الصفقة. أنا قبل ما أتكلم عن المحترفة عاوز بس أقول نقطة إن ألعاب الصالات دلوقتي بقت مهمة جدا لجماهير الأندية وخاصة جمهور النادي الأهلي. نعم. ما بيحبش يخسر في أي لعبة الحقيقة, في دعم غير محدود لألعاب الصالات الفترة الأخيرة, سواء دعم جماهيري او دعم من مجلس اداره النادي, في متابعه غير الاول خالص, غير احنا ما كنا ايام ما كنا احنا بنلعب ما كانش فيه المتابعه دي وما كانش فيه الدعم دوت. اتفق معاك يا كابتن. لا الحقيقه الفتره دي في دعم وفي متابعه من جمهور النادي الاهلي على السوشيال ميديا, وبيتصل باللعيبه والاجهزه وبيدعمهم, والحقيقه انا بحب اشكر جمهور النادي الاهلي على الدعم اللي بيلاقيه فريق سيدات النادي الاهلي على من جمهور النادي الاهلي, ومجلس اداره طبعا بيوفر لنا اغلب الحاجات اللي احنا محتاجينها سواء دعم اللعيبه, كل معظم الحاجات اللي احنا محتاجينها يعني. بالنسبه للمحترفه احنا كنا بقالنا فتره بندور على محترفه الحقيقه, كانش في حد متواجد
يعني الدوريات كانت شغاله في اوروبا وكده، فكان صعب ان احنا نلاقي حد على مستوى عالي. احنا اتاخرنا شويه لحد ما حصلت ظروف الحرب بتاعت اوكرانيا وروسيا ديت. ف احد الاشخاص يعني ذو معرفه اتصل بيا وقال لي في لعبة كويسه جدا وهي دلوقتي سابت طبعا النادي عشان ظروف الحرب وكده. قلت له ابعت لي الشرايط بتاعتها، شفتها الحقيقه وتابعتها في بعض الماتشات في بطوله اوروبا. يعني لقيت وجدت الضله بتاعتنا اللي احنا محتاجينها، لعيبه طويله 190 سنتي، وده في البنات بيبقى حاجه محترمه جدا طبعاً. عندها المهارات بتاعتها سواء في الاستقبال وفي الدفاع وفي البلوك وفي الضرب، يعني الحاجه اللي هي هتساعدنا والحاجه اللي محتاجه النادي الاهلي في المحترف بتاعه. الحمد لله هي بتجهز دلوقتي، هي دخلت متاخر علينا، لحقت ماتش في الكاس وماتشين في الدوري، والحمد لله هي شغاله دلوقتي. حتى هي في فتره الراحه بتاعت الفرقه هي حبت ان هي تكمل، لان هي عاوزه تضيف حاجه للنادي الاهلي. هي سمعت من زميلتها اللي كانت معانا قبل كده كاترين، شاركت معانا موسمين وحققت بطولات، فسمعت عن النادي الاهلي، فجايه عارفه قيمه النادي الاهلي قوي، وجايه عارفه ان جمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي ما بيقبلش غير المركز الاول. اول حاجه قلت لها يعني النادي الاهلي، قالت لي يعني فيما معناه انا عارف انتوا عاوزين نمبر 1. حمدي انا بشكرك شكرا جزيلا. احنا بس عايز اساله، ما ينفعش كابتن حمدي يكون موجود وفريق سيدات كابتن تهاني توسون كانت لعيبه القرن طبعا الماضي طبعا. تمام، شايف من الجيل الحالي اللي حضرتك بتقوده مين ممكن تكون بنفس انجازات تهاني توسون؟ انا عارف كل اللعيبه بتبقى مختلفه عن الاخرى، لكن تقدر تحقق انجازات تهاني توسون. ايه الشام اي خدمه على الهواء؟ لا انا حابب على الهواء والله اشكر ايه الشام. الحقيقه مرت بظروف كتيره صعبه، ومش من نوع اللعيبه اللي هو يعني حتى في الاصابه بتاعتها يعني ما بتحبش تقعد، من اللعيبات اللي هي بتيجي على نفسها في الاصابات وفي الحاجات اللي مرت بيها كذا مره لعبت، وده سر اقوله ان هي لعبت كذا مره وجت على نفسها وهي مش سليمه 100% عشان بتحب النادي الاهلي وبتحب الفرقه. كان في مره لعبت بطوله وركبتها كانت مصابه، مره لعبت وصباحها مكسور في بطوله عربيه. شاركت الفتره الاخيره دي، شاركت وصباحها برده ما كانش سليم تماما. لا ايه من اللعيبه اللي بتيجي على نفسها كتير. دايما تعودتونا كده كابتن حمدي، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا. الوقت مر سريعا في وجودك وفي وجود ايه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن حمدي، نورتينا وشرفتنا. ربنا يخليك. شكرا ايه، بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليكي وكل اللعيبه. ميرسي، ربنا يخليك. بشكرك جدا كابتن حمدي، ولقاء ممتع جدا بالنسبه لي، وكنت سعيد ان انا متواجد مع حضرتك ومع تهاني توسون القرن الجديد. دي مسؤوليه كبيره جدا، باذن الله تحققي افضل مما حققته طبعا نجمتنا كابتن تهاني توسون ان شاء الله. شكرا. اعزائي المشاهدين، دي كانت حلقتنا النهارده من الأهلي في رمضان. انتظرونا كل يوم على شاشة قناة النادي الأهلي، هتشوفوا الجديد مع برنامج الأهلي في رمضان.